بسم الله الرحمن الرحيم، معكم سحنين من مدرسة زهرة الأشرفية. اليوم يا سادس إن شاء الله رح ناخذ آخر درس في المادة عنا اللي هو القطاعات الدائرية. كيف إحنا بدنا نمثل بيانات عن طريق اللي هو القطاع الدائري، اللي هو شكله مثل هيك، بيكون عبارة عن دائرة وفيه عدة قطاعات زي هيك. مثلا أنا عندي هون هاي بتمثل لي كتب في مكتبة، تمام. كتب العلمية هالقد نسبتها، اللي هو كميتها 500، الأدبية 300، والثقافية 1200. طبعا بنلاحظ إنه الثقافية ماخذة الجزء الأكبر من الدائرة، القطاع الأكبر، وبالتالي إحنا من خلال هاي الدائرة بنعرف إنه الثقافية رح تكون أكثر شيء، وبعدين العلمية، وبعدين تيجي الأدبية. وهاي هي فائدة القطاع الدائري. طبعا رح نحتاج لمعلومة انه مجموع قياسات الزوايا جميعها المرسومة حول النقطة يساوي 360 درجة، اللي هو الدرس الرابع اللي اخذناه في الوحدة الاولى. بتذكروا انه احنا اي زاوية او مجموع الزوايا حول النقطة دائما يساوي كم؟ 360 درجة. بداية كيف احنا بدنا نرسم القطاع الدائري؟ القطاع الدائري احنا بنقدر نرسمه من خلال اللي هو قانون واحد رح نطبقه ان شاء الله على الجدول. خلينا نطبق تطبيق عملي عشان انت تشوف كيف خطوات الحل. انا بيكون جايب لي جدول كالآتي، بحكي لي الفرع مثلا هون علمي ادبي مهني، وبده يعني اعمله على شكل قطاعات دائرية. اولا اول خطوة باجي بجمع انا هدول اللي عندي عدد الطلبة بالكامل. كم المجموع كامل؟ لاني راح استفيد منه المجموع كامل او عدد الطلبة الكامل او الكلي راح يكون مجموع هدول اللي هو 2000 طالب. بعد ما طلعت المجموع هلا بدي اطلع زاوية كل واحدة من هدول. ليش زاوية؟ لانه لما اجي بدي ارسم انا الدائرة وبدي ارسم كل، بنطلع الزاوية عشان نعرف الحيز اللي راح يشغله كل قطاع من الدائرة. طيب خلينا نشوف تطبيق عملي على هذا الموضوع. بداية بدنا نحسب الزاوية لكل قطاع. طبعا الزاوية لكل قطاع بتنحسب اللي هو بنمسك القطاع قديش عدد الطلبة في قطاع العلمي، بنقسمه على المجموع الكلي للطلبة، بعدين بنضربه ب 360 درجة، فبتصير 1000 على 2000 ضرب 360 درجة. طبعا اختصر الأصفار مع الأصفار، بضل عندك هون 1 على 2 ضرب 360، طبعا في اختصار بين الاثنين و 36 18، وهون الصفر بتنزل، فبالتالي بتصير عندك 180 درجة، اللي هو هاي زاوية مين؟ القطاع العلمي. طيب خلينا نطلع لباقي القطاعات. بنشوف الأدبي أكيد رح تكون 600 على 2000 ضرب 360. خلينا نشوف 600 على 2000 ضرب 360، برضو هون بنختصر الأصفار مع بعض، وهون في صفر بنختصره مع هذا صفر، بضل عندك هون 2 ممكن انك تختصر الاثنين مع الستة، هون فيها 3 وهون بضل 1، فايش عندنا هون؟ 3 ضرب 36 بيطلع معك قديش؟ 108. طبعا اختصر قبل ما تضرب اسهل لك. طبعا بالنسبة للفرع المهني 400 على 2000 ضرب 360 درجة، برضو هون بنختصر الأصفار، هون صفرين مع صفرين، وهون صفر وهون صفر، الاثنين مع الأربعة بنختصرهم، هون 1 وهون 2، 2 ضرب 36 قديش بيطلع معنا؟ 72 درجة. طبعا هيك احنا بنكون طلعنا الزاوية لكل وحدة من هدول الأفرع، لكل فرع من هدول الأفرع. هلأ بدنا نرسم القطاع. أول شيء بنرسم دائرة. طبعا أنت بترسم الدائرة بالقطر اللي أنت بدك إياه باستخدام الفرجر طبعا، وبتحدد طبعا المركز. هلأ ترسم بداية نصف قطر، انت لحالك بترسم بداية نصف قطر. هلأ بعد ما ترسم النصف قطر بتجيب عندك المنقلة وبتحط الخط على الخط والنقطة على النقطة. طبعا احنا هذا الخط اللي راسمينه، تمام، هذا هو النصف القطر اللي احنا رسمناه اللي هو المرجع، بعدين بنحط النقطة على النقطة والخط على الخط، وبنشوف الفرع العلمي قديش؟ 180 درجة، معناته هاي الزاوية 180، يعني رح تكون خط مستقيم، فبنكمل نصف القطر، فبيصير ايش عندي؟ قطر كامل، خط مستقيم اللي هو بيمثل لي قطر وبمر من المركز، فبالتالي هذا القطاع رح يكون قطاع مين؟ اللي هو العلمي. طيب هلا كيف بدنا نمثل بقية القطاعات؟ بتيجي انت بتلف الكتاب عندك بهاي الطريقة، بتحط المنقلة وين؟ عند نهاية اللي هو القطاع، اللي هو الخط اللي انت رسمته للقطاع الاول، بتيجي بتحط النقطة على النقطة والخط على الخط، وبتحدد الزاوية للقطاع الثاني اللي هو ايش؟ 108 حكينا، فبتيجي هون بتعد جوا، حكينا لانه بتبلش بالصفر من جوا 108، بتيجي هون تقريبا بتحط شحطة وبتوصل ما بين اللي هو المركز وما بين، طبعا ما بتوصل للشحطة بس بتوصل لعند محيط الدائرة، تمام. فبالتالي هاي صار عندنا هذا القطاع اللي هو ايش؟ الأدبي.
تمام، واخر قطاع بيكون لحاله طلع لحاله. اذا انت كمان قست الزاويه تبعه لازم يطلع معك اللي هو نفس ما انت حسبت، لازم يطلع 72، وبتطلع فعليا 72 درجه. لو بدك تقيس زاوية القطاع المهني الأخير لازم يطلع معاك 72 درجة، وهيك بنكون إحنا رسمنا القطاع الدائري بهذا الشكل. طبعا صفحة 108 عندك السؤال الأول، جرب أنت طلع الزوايا لكل قطاع من هدول وبعدين تشوف الحل معنا. بداية زاوية قطاع البندورة رح يطلع معانا اللي هو 240، حكينا البندورة بنمسكها 240 عددهم على 600 اللي هي مجموعهم كامل ضرب 360. طبعا مع ضمن الاختصارات هون صفرين بيروحوا مع هدول الصفرين، 6 مع 36 واحد، وهون 6 24 ضرب 6 رح تطلع معي 144 درجة زاوية مين؟ قطاع البندورة. هلأ زاوية قطاع البطاطا عنا هون 180 على 600 ضرب 360، برضو مع الاختصارات ركز منيح في الاختصارات بطلع معك آخر شيء 108 درجة. زاوية قطاع البصل رح يطلع معك اللي هو 120 على 600 ضرب 360، طبعا مع الاختصارات وبعد ما تضرب بالآخر بطلع معك 72 درجة. زاوية قطاع الملفوف عنا هون برضو 60 على 600 ضرب 360، بطلع معك مع الاختصارات 36 درجة. بعديها بتيجي بترسم انت دائرة وبتمسك بعديها حكينا ايش المنقلة.